أهلا وسهلا من جديد. مزيج من الريبة والقلق تعيشه البلاد مما صار خطرا وجوديا جراء ثقل النزوح وانعدام أفق الحلول، فيما تتوجه دعوات أممية لدمج أو توطين السوريين كأحد المخارج. الأهم اليوم وحدة الموقف اللبناني حيال الملف، بعد أن كان قد اعتبر أو اعتبر البعض في بداية الأزمة أن أي إجراء بحق اللاجئ هو أمر مرفوض، وذلك وفقا لانقسام سياسي حاد. في هذا القسم من بدبلوماسية نناقش هذا الملف ومواقف الدول المعنية والإجراءات الممكنة محليا مع رئيس لجنة الخارجية النائب دكتور فادي علامة. أهلا وسهلا دكتور. مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا حضرتك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اللبناني، وهيدا بيرتب عليكم انكم يمكن تكونوا الجهه الاساسيه من بعد او مش من بعد بالتوازي مع مجلس الوزراء والوزراء لتتواصلوا مع الخارج وتسالوا عن ما يجري. انا الليله بدي بلش حلقتي بفيديو كل الناس شافوه على السوشيال ميديا، بس يمكن في عالم بعدهم لهلا ما انتبهوا المؤسسات الامميه كيف عم بتفكر وكيف عم تتعاطى مع الملف النزوح، واللي هو انه احد الحلول التوطين. في فيديو لليو ان اتش سي ار، بليز اذا فينا نحطه. إعادة التوطين حل من الحلول لمعالجة وضع اللاجئين. هو حل كتير من اللاجئين اللي مش قادرين يرجعوا على بلدهم وعندهم احتياجات أساسية ما بتتأمن ببلد اللجوء. بلبنان كل 9 لاجئين من أصل 10 عايشين بفقر مدقع. مشان هيك إعادة التوطين هو الحل لمساعدة الأكثر فقراً. العام الماضي نص اللاجئين يلي أعيد توطينهم هن نساء وأطفال. إعادة التوطين بتخلص حياة كتير من اللاجئين وبتعطيهم فرصة ليبلشوا حياة جديدة. دكتور، بدي رد على هذا الفيديو يلي هو من جهة أممية مفترض أنها تنظر بحالات الدول ووضعها الاجتماعي ووضعها السياسي ووضعها الاقتصادي. عم بتقول اللي قدمت الفيديو والواضح يعني أنها هي كمان لبنانية، عم بتقول أنه لازم نوطن السوريين في بلدنا وما بقى بدنا نتكهن. كنا قبل بفترة عم نتوقع أنه يمكن الجهات الأممية ما عم بتساعدنا، الجهات الأجنبية ما عم بتساعدنا، بس هلأ صار الحكي واضح هني هيدا رأيهم. شو يعني اول شيء هذا يمكن بيطبق على دول اللي مضت على اتفاقيه فيينا ب 52، لبنان ما ماضي عليها، وبالتالي لبنان ممكن يكون ترانزيت بس ما ممكن يكون بلد ولا عنده اتفاقيه ماضيه اصلا لا يقدر ينفذ اللي هن بيطمحوا له. وباسف انا اسمع هيك كلام حتى صادر من اللبنانيه، لانه عندنا مشكله احنا مع كثير من الان جي اوز الموجودين كانوا جفرمنتال حكوميه وغير حكوميه. يعني إذا مصلحة اليوم إنه حدا انتسب لإن جي أو مع احترامنا لقسم كثير منهم عم بيقوم بدور أساسي اليوم وبيستفيد برواتب ومخصصات ليقدر ينطق ويعمل ستيتمنت مثل هلا عم نسمعها نحن اللي هي ضد بلده أو ضد اللي عم بيصير اليوم من فرض لواقع جديد على لبنان، أنا بأسف أسمع هالكلام هذا. وهون تقصير دولتنا نحن كمان، لانه كل الان جي اوز اللي عم يتسجلوا عنا اليوم ما في اطار اساسي اليوم لضبطهم وضبط عملهم ومراقبه اهدافهم وكيف عم ينفذوا اهدافهم. بس للاسف اللي عم تشوفيه اليوم واللي سمعناه يعني منه غريب، بكل لقاءاتنا بلجنه الشؤون الخارجيه من 10 اشهر لهلا صرنا فاتحين هالملف، لو صرنا وعملنا التوصيات تبعه كان في لنا اكثر من لقاء مع اليو ان اتش سي ار، لقاءات ما كان كثير مهضومة إذا بدي تقولي كانت انتنس، كان في حدية بالتعاطي مع الملف، بس كمان بدنا نكون واعيين إنه هيك ملف نحن ما فينا إلا ما نتعاطى معهم وما فينا إلا ما نتعاطى مع اليونايتد نيشنز ككل وما فينا إلا ما نتعاطى مع الدول الأوروبية والدول المانحة، لأنه الواقع اللي موجود ووضع لبنان اليوم بس الصعب. كنتوا تسألون دكتور يعني ما بعرف اذا عم تلتقي بمن يعني المسؤول الاممي اللي هون وقتها كنت تقولوا لهم انه انتم ما عم تدعمونا ما عم توقفوا حدنا ونيتكم، وهلا صار واضح انه بدكم الدمج او الاندماج اللي استخدموا هذه العباره بالسابق وهلا صار اسمها توطين. شو بيقولوا لكم؟ شو كانوا يقولوا لكم؟ يعني خلينا نقول انه دائما التركيز كان على انه العوده الامنه والطوعيه وحقوق الانسان والاتفاقيه الدوليه للبنان، وحده منهم مثل ما قلت انا اتفاقيه 52 تبع اليونسكو ما مضيه.
انه اليوم هيدا منه حجه لما بيكون عندنا نحن 90% من النازحين هن نازحين اقتصاديين. يعني هول الاشخاص اللي عم بفوتوا على لبنان بيرجعوا بيظهروا من لما بدت الاحداث بسوريا، يمكن اول فتره صغيره بعدين كانت امنيه، بدوا يتنقلوا ويرجعوا يقلطوا الحدود يزوروا ويعايدوا اهاليهم ويرجعوا يجوا على لبنان. اليوم تقريبا 90% من النازحين هن نازحين اقتصاديين عم بيستفيدوا لانه فرص العمل يمكن افضل رغم المصاعب الموجوده بلبنان، بس بنفس الوقت حريتهم انه يروحوا ويجوا عبر المعابر غير الشرعيه متاحه، واليو ان اتش ار بيعرفوا هالشيء. بس كمان ما كثير انا بدي ركز على اليو ان اتش ار، بس وحده من الجلسات اللي بتخليني استغرب انا وزملائي باللجنه لما عملنا لجنه فرعيه وخصصنا لقاء خاص دام 3 ساعات مع اليو ان اتش ار لنفهم مزبوط كيف بيعملوا الفيتنج بروسيس. يعني انا اذا اليوم جيت من سوريا وجيت عند اليو ان اي سي ار وقلت لهم انا نازح، نعم، او انا بتعرض لضغوطات او انا عندي صعوبات ومضطر اجي الجا على لبنان وبدي سجل حالي، شو هي البروسيس، شو هي الاليه اللي بتعتمدوها انتم لتتاكدوا من صحه المعلومات اللي بسموها بالانجليزي الفيتنج بروسيس اللي موجوده كل دول العالم؟ ما عندهم شيء واضح. ما عندهم شيء واضح، عندهم شيء انه بيجي بيقدم طلب وبيقول انه عنده معاناه معينه، عنده اشكال معين، وبسجلوه وبيمشي الحال بعدين، وبيبدي يستفيد من المخصصات وبيمشي الحال. وصلنا لمرحله اليوم انه يمكن سوء ادارتنا للملف، واول شيء عدم اول شيء التلاقي اللبنانيه مع بعض من 2011 على موضوع النزوح الانسان من لما بدينا نحن، انه كان في قسم يقول لا ما بدنا عودتهم هلا لانه حياتهم ممكن تكون عرضه للخطر، وهول المجموعه من اللبنانيين اللي كانوا عم يتعاطوا الشان السياسي عندهم يمكن عدم التقاء بالرؤيه مع النظام بسوريا ومع الحكومه السوريه، والجروب الثاني بيقول لا اليوم هيدي ممكن تشكل يعني ظاهره جديده علينا. بعد 4 سنين ما انه ما عالجنا الملف مزبوط صار في وحده رؤيه اذا بدنا نقول من 2015 وطالع، اللبنانيين كلهم اتفقوا والتفوا على بعض، بس للاسف كان بهالوقت كان خلص كان قطع الخطر. كان توليت. يعني اليوم لما بتسمعي كلام انه اليو ان اي سي ار بعده لليوم مصرين انه عدد النازحين بلبنان ب 800 ل 900 الف، بينما نحن المصادر اللي موجوده معنا من قوى امنيه وغيرها بتحكي بالمليونين و200 الف، في جاب كبير بين اثنين، بس بعضهم مصرين على الرقم اللي هو عم بيحاولوا يخففوا من الازمه لحتى يكون امكانيه الدمج او التوطين بالضبط ممكن. بس بنرجع نقول انه احنا كمان بلبنان ما فينا يعني بدنا نحسن التعاطي مع الملف، وبنفس الوقت كمان بدنا نعرف كيف نتعاطى لانه هالنازحين بالنهايه اخوه لنا، وهول عندهم وضع انساني تركوا بلادهم لا يمكن اي مزبوط هاليوم اسباب اقتصاديه بحت. لاعطيكي مثل لانه مثلا بقاب لحاله فات اللي قدر الجيش اللبناني يلقط 8000 وقف 8000 نازح، يعني في قدهم يمكن على مره او اثنين مرقوا بلا ما حدا يوقفهم. من اصل 22000 اللي قدر الجيش يوقفهم من اول السنه لاخر اب. يعني 8000 بشهر اب لحال لانه العمله تاثرت بسوريا، صار في تضخم زائد وصار في هجره. نعم. كمان دكتور فادي كنت عم تقول انه الدول الاخرى يعني اللي استقبلت نازحين تعاطت بطريقه افضل مع الملف، ولكن بالواقع ما تعاطوا بطريقه يمكن تكنيكلي او شيء، تعاطوا بالضغط السياسي، تعاطوا بشكل انه يا اما ما تعاملوا معهم بما يليق اذا صح التعبير، يا اما حطوهم بمخيمات، عم نحكي مثلا تركيا والاردن، يا اما هددوا الاوروبيين انه نحن بنفتح الحدود وما الى هنالك، واصلا لحد هذه اللحظه في معاناه بتركيا موجوده، وفي يعني عم نشوف طبعا المشاهد والمشاكل اللي عم بتصير. هيدي نستخلص منها نحن انه الامم المتحده او الجهات الاوروبيه او الخارجيه هيدي هي الطريقه اللي لازم يتم التعاطي فيها مثل ما تعاطت تركيا معهم، ولا شو؟ عم باخذك لاسالك انه نفتح الحدود البحريه، شو رايك؟ يعني خلينا اول شيء هلا مطروحه صار بدي ارجع اقول يعني ضعف الموقف نقدر اللبناني نضغط؟ وعدم وحده الموقف اللبناني سمحت انه يتم استغلال الواقع اللبناني وتركيبه اليوم اللبنانيه اللي منا كان متفقه اكيد، وقدروا مرقوا اللي بده يمرقوا.
بينما بتركيا وبالأردن لا، حتى فنيا كان في إدارة مميزة في تسجيل لكل النازحين أو برا بسموه اللاجئين، وضعهم بيختلف عنا، بس كان في مراقبة بيعرفوا كل شخص دخل، في نمبرز وفي داتا وكل عندهم كل المعلومات. نحن الداتا لهلأ لا خلصنا توقيع اتفاقية التفاهم يعني الـMOU، وبعد ما استلمها الأمن العام يمكن للآخر، وهذه بتساعد كثير بإدارة الملف يعني. بس إنه كمان نحن كنا متأخرين وسمحنا لأنه الجهات الدولية تتحكم بالملف أحسن منا. اليوم وصلنا لمكان أنا بعدني من الناس بيقولوا لبنان ما لازم يعمل بوليس لأوروبا وغير أوروبا، يعني ما لنا شغلتنا نحن اليوم نحن هلا بوليس نعمل مركز تجمع للنازحين بس ما يوصلوا على أوروبا، يعني هذه ما لنا شغلتنا، ما لنا شغلة لبنان، ولنا شغلة لبنان بالوقت اللي لبنان عم بيعاني وفي خطر على التركيبة الدقيقة بلبنان، يعني ال 17 مذهب 18 مذهب موجودين اليوم، الوجود النزوح اليوم رح يعاني تركيب الديموغرافي اكيد بين الطوائف بين الطوائف، وهذا ما ناقصه لبنان يعاني من هالمشكل الجديد كمان. فبالتالي اليوم في ضروره لانه يعني بدي مش هيك، انا برجع بقول في طلب انه نسرع بانتخاب رئيس جمهوري، في طلب انه يكون عندنا سلطه تنفيذيه جديده، لانه اول هيدا ملف اهم ملف أول دكتور ملف لازم ضاغط على رئاسه الجمهوريه، هي احد الشروط اصلا لبرنامج رئيس المقبل رئيس شو بده يكون بهذا الامر. بالضبط، هي مشان هيك هون ضروره الاسراع بهالملف، لانه بده يكون في مش حكومه تصريف عمل، بده يكون في حكومه فعليه موجوده على الارض اليوم بدها تاخذ هالملف وبدها تشتغل فيه بالداخل كما في الخارج، بدها تشتغل مع سوريا، بدها تشتغل مع الخارج، مع الدول المانحه، مع الاتحاد الاوروبي، مع كل المعنيين بهالملف، مع الدول العربية اللي أيدت موقف عودة النزوح بالمؤتمر الرياض الأخير بأكثر من نقطة ذكروا ضروري دعمها. هذا كله بينشغل بوقت وما عندنا مجال أو ما عندنا بقى الوقت المتاح لإلنا بنظرا للي عم نشوفه اليوم من إشكاليات أمنية اجتماعية، عم ترتفع نسب الجرائم، عم ترتفع المشاكل، الحساسية اللي عم تصير، ونحن منا دولة عنصرية ولا بدنا نتعاطى بهالملف كدولة عنصرية، لأنه هلا عم نحكي كثير عنه بأكثر من مكان، وما بدنا كمان تطلع الصورة وكأنه لبنان أو اللبنانيين هن دولة عنصرية. هو الإخوة لنا عندهم أكيد وضع اجتماعي إنساني، وفي ضرورة نحن نساعدهم ليرجعوا على بلادهم، هيدا حقهم يرجعوا على بلادهم. دكتور بتعتقد إنه نحن خلص صرنا بمطرح ما فينا نعمل شيء بقى، الضغط الخارجي صار اقوى بكثير، الانتنشنز اذا فينا نقول اقوى كاجندات موضوعه من اجتماع من هون وطلع على سوريا من هون، يعني حتى الوزراء اذا طلعوا على سوريا واكيد انتم عاملين عندكم فيجن او رؤيه معينه شو ممكن يعملوا لوين بدهم يوصلوا، اذا افترضنا انه طلع وفد لبناني على سوريا الانتاجيه كيف حتكون، قديش قادرين نحن نواجه بواجه الضغوط، وقد ايه مهم تشكيل وفد انه يروح على سوريا وين صار؟ هيك هو تشكيل وفد يروح على سوريا كثير اساسي ومهم، لاول شيء نشتغل نحن والاخوان السوريين على تنظيم وضبط الحدود، يعني هو الاول نقاط، ولنفهم كمان حجم المعاناه ويكون في تنسيق بين لبنان وسوريا مع الدول العربيه مع الاتحاد الاوروبي مع منظمه الامم، يعني هدول يعني وتركيا والاردن اساس، لانه كمان دولتين عندهم اعداد هائله من النازحين او اللاجئين عندهم، يعني هدول هالمجموعه وهالتاسك فورس اذا بنسميها لازم تكون مكونه من كل هالكومبوننتس، هدول اللي ممكن بقى يقدروا يشتغلوا ويلاقوا حلول معينه. نحن بنبدي بالموضوع الداتا، داتا اساسيه لنعمل ريكلاسيفيكيشن للنازحين، نحن كل عمرنا كان عندنا اخوان سوريين بيشتغلوا اشغال لبناني ما بيشتغلها اصلا، صحيح، هو اللي بالتالي يمكن بده يتنظم دورهم، بده يتنظم اقاماتهم اجازاتهم مثلهم مثل اي اجنبي ثاني بيشتغل ليقوموا باللي مطلوب منهم يقوموا فيه، وفي مجموعه عندها مشاكل سياسيه هيدي بده يتم العمل على ترحيلها لتروح لجوء بدول ثانيه، وعندنا كيف بدنا نتعاطى مع الباقيين اللي هن اكبر عدد منهم اكبر شريحه اللي هي اللي هن ناسحين اقتصاديين مثل ما قلنا. هيدا الاساس اللي بده ينشغل عليه، وهون بتصور الوفد اللي بيروح على سوريا بده يتعاطى بملف هالاشخاص، 90% منهم من النازحين اقتصاديين
كيف هول ممكن تترتب عودتهم لداخل سوريا؟ نعم. لاحظتوا شيء دكتور اذا هي الاشكاليه صحيحه اصلا انه الدوله السوريه ما عم بتساعد بهذا الاطار؟ يعني كان معنا ضيوفنا بالبارت الاول دكتور فادي كرم والاستاذ اسعد درغام زملائك عم بيقولوا يعني انه ما في تعاون كافٍ، والتمستوا هالشيء كلجنه شؤون خارجيه ولا لا للتقرير اللي شو فيها تعمل سوريا؟ يعني نحن عم نبقى بالحديث بعموميات، شو فيها تعمل سوريا ما عم تعمله لحتى تطلعوا تطالبوا فيه؟ في اجراءات اذا انا بتذكر مظبوط بالمحاضره الاجتماعات تبعنا من اول ما بدينا دراسه الملف كان معنا وزير الشؤون المهاجرين، نعم، والوزير شرف الدين بتذكر كان راجع من سوريا وحطنا بالصوره. نعم. شو صار يعني في بعض الامور اللي مطلوبه، كان موضوع الخدمه العسكريه، في اكثر من موضوع عفو عن امور معينه كلها قامت فيها الدوله السوريه لتهون عودة النازح لبلده. أوكي. لكن المشكلة الأساسي اليوم، خلينا نكون واعيين أنه اليوم مزبوط نسمع كلام لجهة ضبط الحدود، لا ضبط الحدود وحتى لا يقدروا يسهلوا عودتهم، يعني حتى ما يكون عنده حدا من النازحين خوفين يرجع. تمام. هيدول كانوا موجودين بمحاضر اللقاءات اللي صارت بينه وبين بين السوريين المسؤولين اللي قابلهم. هلا النقطة الأساس اليوم اللي كمان بدنا ننظرها لنقول ليش سوريا ما بتقدر تتعاون، إذا مزبوط هذا كلام صحيح أو دقيق، إنه اليوم معظم المناطق اللي ظهروا منها النازحين هي مدمرة، يعني 80-90% مزبوط صار آمنة بس بنفس الوقت مدمرة نتيجة الحرب اللي صارت بسوريا. طب هول الأشخاص إذا بده نسرع بعودتهم، المفروض يكون على القليل ضياعهم ومناطقهم فيها البنى التحتية وفيها أساس الحياة الكريمة، يعني إذا هلأ عم نحكي بحقوق الإنسان نحن مع المؤسسات الأممية، يعني طالما ما في إعادة إعمار لسوريا نحن حنضلنا أمام النزوح. اليوم في عقوبات على سوريا أو قانون أيسر، يعني أي شخص بده يحط مساعدات لإعادة إعمار سوريا بيتعرض لقانون أيسر. اليوم في اكثر من ريزولوشن بالامم المتحده، وحده منهم ذكرناها نحن بتوصياتنا بلجنه الشؤون الخارجيه اللي هي بسموها الايرلي ريكفري اند ريزيلينس بروجرام، يعني العوده الطوعيه الامنه او السريعه، ترجمتها ما بتزبط معي مزبوط. لا. بس بهذا الكلوز بالضبط، بهذا القانون بالذات، ممكن كثير يدخل له مساعدات تحت العنوان او الشق الانساني الاجتماعي. يعني هدول ساعتها اذا نحن ممكن نقنع جهات الدوليه انه تجي مساعدات من مطلق دول مهتمه بعوده النزوح السوري الى بلاده، انه تجي مساعدات عبر القرار الاممي هذا، وعلى القليله تروح هالمصاري ليمكن وضع خيم ليسكنوا فيها، وضع مستوصف بمحل اذا عندهم بحاجه لعنايه صحيه، يمكن اماكن للمدارس. مع اقامه فكره الخيام المخيمات ولا ما بتسوي؟ ما بعرف انا رايي هذا، ولا الامر مخيف؟ هيدا رايي، ما بعرف انا، نسمع كلام كثير من هالنوع، بس ما بعرف انا اذا انا اليوم ببلد وهيدا شعبي جاي وانا بدي احصره وحطه بمخيمات داخل بلدي، ما بتصور رح تكون مقبوله باي مكان. يعني نحط على حالنا بلبنان اليوم، عم نيجي نقول لمجموعه من اللبنانيين نقلوا منطقه لمنطقه، رح اعملكم انا كامبس في خيم ورح اقعدكم فيه. الاسلم والانسب اليوم، بما انه في بعض الاليات اللي ممكن يتم الاستفاده منها، برجع بقول تحت العنوان الاقتصادي، مش الاقتصادي، الاجتماعي والانساني، انه تفوت مساعدات على القليله تتحضر بعض من هالمناطق هيدي ليكون في اماكن سكن للناس تليق فيها، ومدرسه او مستوصف، يعني هول الاسس اللي مطلوبه للعيش الكريم، مع كمان المحافظه على هالمساعدات اللي عم تجي او المخصصات اللي عم تجي للنازح. بدي احكي عن هاي المخصصات لتكمل معه بالداخل، يعني هيدي خارطه الطريق الاسلم اذا مزبوط نحن بدنا نوصل لامور منطقيه واعيه، بس هذا بيطلب جهد كبير من لبنان باتصاله مع الحكومة السورية، باتصاله مع جهات دولية، مع الدول الثانية اللي عندها نازحين أو لاجئين اليوم، ليكون عمل مشترك مع الكل، نرجع ننظم إعادة هالأشخاص لبلادهم وهذا حقهم الطبيعي. تماما. بدي شوف زميلنا محمد إذا عنا شيء بهذا الإطار، مسألة النزوح، الوفود اللي ممكن تروح على سوريا، شو؟
نعمل وزعنا الملف النزوح السوري ليس ملفا جديدا، يعني هو موجود من 10 سنوات. أكيد. لكن السؤال لماذا الان يعني رجع تعوم وارتفع منسوب الخطر بهذا الملف؟ هي الحقيقه عده اسباب. السبب الاول الاحداث الامنيه اللي صارت مؤخرا بسوريا، للمعارك الدمويه بين العشائر العربيه وبين القوات الكرديه في الرقه ودير الزور وشرق الفرات. نعم. ادت الى موجات نزوح كبيره من المنطقه والوضع المالي. نعم. والموضوع الاقتصادي. السبب الثاني هو النزوح المبرمج والممنهج، يعني في نزوح عم بيتم، يعني تسهيلات تقدم لعبور النازحين من سوريا الى لبنان عبر العصابات وغيره، كشفت الاجهزه الامنيه عن بعضهم. السبب الثالث هو المخاطر الامنيه، يعني عم بتسرب مع هدول النازحين عناصر شابه تنتمي الى تنظيمات ارهابيه او تحمل هذا الفكر الارهابي. وحسب التقديرات الامنيه والحكوميه يوميا عم يدخل 500 نازح سوري عبر الحدود. هلا صرنا بالاكثر، يعني عم نقول نحن المعدل، يعني الميال الوسطي. اللي بدي اقوله انه ايضا في عمليات، او يعني موقع رسمي خبرنا انه في تمركز، في خطه لتمركز النازحين بمناطق معينه، يعني لحتى تصير مكرسه او لا تصير مكرسه للنازحين السوريين، يعني لحتى يصعب عودتهم الى سوريا، يعني بصيروا جزء من النسيج الاجتماعي اللبناني وجزء من الدوره الاقتصاديه اللبنانيه. في تحديد لهذه المناطق؟ نعم. او كلام عام، يعني احد سعاده النائب ذكر انه في 100,000 نازح سوري بمنطقه ببر الياس، يعني هيدا اكزامبل واحد بهذا الموضوع، وفي مناطق كثير بمختلف المناطق اللبنانيه. هذا بياكد انه الموضوع مبرمج ممنهج. وايضا محافظ الباح حكي عن انه يمكن 70 او 80% من المصالح بمنطقه الباح يشغلونها سوريون. بدي اقوله انه السؤال لماذا لم تطبق الاجراءات المتخذه في الحكومه اللي اخذتها الحكومه من شيء تقريبا حوالي 3 اسابيع. وصلت رساله امريكيه اوروبيه لمراجع لبنانيه، رساله تهديد ادت الى تجميد تطبيق الاجراءات اللي اتخذت بمجلس الوزراء. ايضا الرساله حملت عقوبات، تلويح بالعقوبات، وايضا تهديد بوقف مساعدات بكل برامج المساعدات للبنانيه من برامج الدعم الاسر وغيره. أه. وغيره، وايضا تمويل بعض، يعني في ضغط على اللبناني والحكومات والموضوع الشخصيات اللي بتشارك. نعم. موضوع الاخير وزانه بس الوفد اللبناني، بعد يعني تفاعل ملف النزوح بالراي العام اللبناني وكلام السيد نصر الله امبارح، تلقت مراجع يعني رسميه وحكوميه، اتصالات دبلوماسيه عم تسال عن وين ممكن يروح هذا الموضوع، انه فتح وشددت على طلب من الاجهزه الامنيه تشدد بهذا الموضوع. والسؤال هل يعني الاجهزه الامنيه ستسمح او تفتح الحدود او تغض النظر عن هذا الموضوع؟ عم تحكي انه بعد خطاب السيد نصر الله صار في اتصالات. نعم. لمعرفه ماذا يقصد او لوين رايحين؟ اتصالات الموضوع. شو غربيه دبلوماسيه؟ نعم. اوكي. بجهات حكوميه. نعم. وايضا في وفد عم يتحضر، وفد وزاري من 5 وزراء سيذهب الى سوريا قريبا، يعني اللي بحث ملف النزوح ووضع خطه، يعني قد ما رجعنا منهم بيكونوا منيح، لكن الموضوع مش مثل ما كمان ذكر السيد نصر الله امبارح، انه بطل، وساعات انه النائبين ذكروا كمان انه الموضوع بطل عن سوريا ايضا، في مشروع دولي وربط عوده النازحين بالحل السياسي في سوريا. اخيرا دكتور، نعم، بعد في شأننا؟ كنت بدي اقول بس انه لحد هلا مفوضيه شؤون اللاجئين لم تسلم داتا الى الجهاز الامن العام، رغم عده مراسلات وصلتها من الامن العام ومن وزاره الداخليه، ولم تسلم هذا الداتا. نعم. كلام يعني هذه المصادر طبعا الصحفيه فيها يعني من الدقه والخطوره ما يكفي، ما في تعاون اممي مثل ما شايف، بالعكس في ضغط باتجاه الابقاء عليهم. قديش ساعتك اليوم وفق يعني تقديراتكم او احصاءاتكم، هيدي الاموال اللي عم تدفع للنازح عم بتخليه يقتنع انه هون احسن يبقى وانه هون افضل يعيش؟ يعني المبالغ او الشيء اللي عم ياخذها او المخصصات، مع انه بيختلفوا بالارقام دائما حسب اكثر من لقاء عملناه، كل مره بنطلع بارقام مختلفه بالمخصصات، بس كمان اذا بده يرجع على مناطق مدمره وما فيها الاسس لحياه كريمه من الاساس مش حيروح عليها. اكيد.
هون المشكل، يعني هون المشكل المخصصات بدها تتكمل مع عمل بالداخل عم يبقوا على اغراء، يعني في اغراءات في دعم ليبقى. برجع بقول يعني لقوا انه التركيبة اللبنانية ضعيفة وانه لبنان انسب يكون هو الديبو اذا بدنا نستعمل هالعبارة هاي، افضل ما يروحوا على اوروبا، لانه اليوم اذا بتطلع بفرنسا بايطاليا بالمانيا ثلاثتهم هالدول هيدي في مشاكل بيناتهم على استقبال وتوزيع النازحين اللي عم تجيهم من مختلف دول العالم. يعني اللي عم نحكي من نادي بحقوق الانسان وبكل الامور هدول، اكثر من دوله حزت ورفضت تسلم او تسمح للنازحين او اللاجئين يطلعوا يتركوا البوتس تبعهم والبواخر اللي هن اجوا عليها وفوتوا تركوهم بالبحر بالباخره. بهذه الشعارات كلها برا بينسوها بس عنا بده يطبقوه علينا. نعم. شو بتطلبوا من وزير الخارجيه اليوم يلي بس يرجع من واشنطن بده يعني يطلع على سوريا على راس وزير الخارجيه؟ شو ممكن يعمل؟ شو ممكن تضووا انه في بوينتس معينه ممكن انه نحن نستفيد فيها ونعجل، يعني ما تكون الجلسات شكليه بس او بروتوكوليه؟ بتصور في اكثر من مقرر حطته الحكومه بالسابق وخطه لعوده النازحين لبلادهم، بس ما طبقت لانه ما بدينا تفاوض او ما بدينا زياراتنا والتواصل مع الحكومه السوريه. بتصور هيدي بده يحملها وزير الخارجيه معه بس يطلع. نحن قلنا مش وعد، هذا اتفاق بينه وبين وزير الخارجيه السوري انه بعد ما يرجع من امريكا رح ياخذ الوفد اللي هو بيتشكل منه من الامن العام والجيش ويطلعوا على سوريا ليبدوا يحكوا بالورقه اللي حضرتها الحكومه. بس نحن مشكلتنا عملنا 3-4 لجان لحديث هلا، يعني بظرف العشر سنين عندنا يمكن شيء 4-5 لجان اذا ما اكثر، تشكلوا لجان وزاريه وخلافات بين الوزراء، وبعدين اخر شيء وصلنا لاخر لجنه اللي هلا بيترأسها وزير الخارجيه وهي اعتبرها حسب ما هو وصفها انها هي لجنه فنيه. يعني عملها رح يكون فني اكثر. بقى منشوف الاطار اللي بده يعملوه، منشوف التوصيات اللي طلعت منه، في توصيات طلعت منا نحن وصلناها كمان مجلس النواب الأمانة العامة وصلتها للحكومة. كمان في توصيات واضحة من لجنة الشؤون الخارجية النيابية إنه في أكثر من برنامج عمل وخارطة طريق على أمل إنه الوفد اللي هلا رح يستلم هالملف يبدي يطبق فيها، هذا اللي مطلوب اليوم. بس برجع بقول اللوبينج مع الخارج نحن كثير مقصرين فيه. يعني اليوم مثلا من شوي سمعت انا زميلي سيمون بيرميا بالاتحاد الاوروبي بس لحاله عم يعمل شغله، وذاكر باحدى الوسائل الاعلام انه كمان بده يجي يحكي مع لجنه الشؤون الخارجيه، لانه صار لازم نحن نتوجه كمجلس نواب للخارج كمان ونشتغل على اللوبينج نحن، يعني نشكل قوى يعني تهديد حتى لو كنا يكون افراد لازم يكون عندنا لوبي، يعني لازم كمان حقنا نطلع نوضح للعالم. يعني لما استضفنا حوالي 19 سفير نحن بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب كانوا تقريبا مصدومين بالمعطيات اللي بين ايدينا اللي اخذناها من مديرية المخابرات على ارقام الجرائم اللي عم بتصير، على الاعداد الموجودة، على المشاكل اللي عم بتصير بالقطاع التربوي، المشاكل الاجتماعية الامنية الاقتصادية. اليوم دورنا نحمل هالشيء ونطلع لبرا، يعني كل اللي بيجونا ضيوف من برا بنشرح لهم نفس الكلام، نعرفهم اكثر. اليوم لازم يكون في قوة ضغطة، في لوبي موجود عم بيتواصل مع اصحاب القرار بالخارج ويشوف كيف بده يفهموا انه لبنان ما بقى يحمل. نعم. شكرا دكتور فادي علامه رئيس لجنه الشؤون الخارجيه النائب فادي علامه، شكرا لجهودك بهذا الملف وان شاء الله يعني انه نقدر نتقدم في قدر الممكن. شكرا زميلنا محمد حميه لوجودك معنا في هذه الحلقه، وللنواب فادي كرم اسعد درغام وامين السر العام في الحزب التقدم الاشتراكي ظافر ناصر. شكرا للمشاهدين الذين تابعونا بدبلوماسيه الاسبوع المقبل، الى اللقاء.